القرار غير الملزم يدعو إلى ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حظي بإجماع اللجنة المركزية لحزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو. لكن نتنياهو بصفته رئيسا للوزراء ليس ملزما باتباع القرار، ولم يشارك في الاجتماع الذي اجتذب مئات المندوبين. نحتاج إلى تجديد المستوطنات في يهودا والسامرة، وكذلك في مرتفعات الجولان والجليل والنقب وغيرها. ومن شأن إصدار قانون مدني للمستوطنات أن يبسط إجراءات تشييدها وتوسيعها، وتخضع هذه الأراضي حاليا لولاية القضاء العسكري، ولوزير الدفاع الإسرائيلي القول الفصل بشأن البناء، فيما يخضع المستوطنون للقانون المدني الإسرائيلي. وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 67 غير قانونية، ويعيش ما يزيد عن 400 ألف مستوطن ومليونين وثمانمائة ألف فلسطيني في الضفة الغربية. وتشكل المستوطنات الإسرائيلية إحدى العقبات الرئيسية في محادثات السلام المتوقفة منذ عام 2014 بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وزاد من تعقيد الأمر الشهر الماضي اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، في تحول عن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ عقود.